اهلا وسهلا، انتم بنات خالتي اللي تحرقها الراس. القرنفل راه غزال تيجمع الراس، ولكن طونسيو ما يديروش. الخزامه حتى هي فنيونه، والملحه كما كنديروها في الكميميسه ها هي، هادو كلهم ان شاء الله تيعالجوا البرد اللي عندنا في الراس. اللي عنده البرد خليكم مع استماتة الفيديو ان شاء الله باش تفهموا، وكثروا لي اللايكات ومرحبا. اهلا وسهلا بنات خالتي ولاد خالتي، كي دايرين؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كي دايرين؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. حاولوا تهدؤوا من انفسكم وتغلبوا على المشاكل وتغلبوا، راه حتى بعد المرض الانسان ما تيكونش مريض، ما عندوش شي مرض عضوي. كثر التفكير وقلت الشيء الله يحسن العوان، هذاك الشيء كيخلي الانسان مريض. كي تمشي عند الطبيب تيقول لي ما داركش راسك، ما عندك والو، ولكن هو مسكين مشكل، وكنعرفوا جسمنا راه ضعيف. كثرت المشاكل وطرد قلبك وطرد راسك، بالتالي كيعود يضرك شي حوايج اللي انت راك ما فيهمش، ما انت ما عندكش في ذاتك، غير انت كتعصبوا، يعني العصب حتى هو صعيب. واحد الاخت واحد التعليق البارح اللي فعلا بقات فيا، اضطريت انني نشرح لها اليوم فيديو. كيحرقها راسها ومشات عند شي شريفه حداهم، يمكن تتحزم الراس ولا تدير السخون ولا، والخطا اللي عملته. دائما كنقولوا لكم هي من ورا العمليه خصك تنعس، راه ممنوع تخرج للبرد، راه بحال حتى شي حاجه ما درتي. مشات عند الشريفه اللي قريبه منهم ودارت لها مسكينه السخون وحزمات لها الراس ديالها، ولكن قالت لك خرجت وكان البرد. ومن تما كاين، وانا يا الماطر خدامي ليا في الراس ديالي، المونيكس خدامي ليا في الراس، تزفزيف فعلا. دابا هي سخنتي الروايز ديالك كمتيه، راه شحال من واحد تيمرض غير بحال هكا، تيكون عرقان تيخرج تيرجع مسكين بحال اخرى. شحال من واحد ولا عنده واحد الالم في الراس غير بسبب الاخطاء، حيت كاين جسمه ضعيف، وكاين سبحان الله واخا يخرج في البرد واخا طيح عليه الشتا ما شاء الله هكاك عنده المناعه وجسمه قوي، سبحان الله. حنا فينا وفينا، يعني ما نقارنش انا راسي بفلانه وفلانه. كي تيجي من الحمام تتخرج تتقضي الغراض ديالها تتسوق شغله هذاك، الله يعاونها. وكاين اللي مسكينه خاصها الحمام، خاصها واحد اليومين ما تخرجش البرد، جسمها محلول. الخطا اللي دارت الاخت الكريمه هو ان مسكينه خرجت من البرد، قالت لك خرجت من عند السيده وضربها البرد. دابا غنوريك الاخت الكريمه واحد الطريقه اللي ان شاء الله تحاولي تعالجي بها نفسك، غير صبري شويه، راه مع المده غادي يحيد لك البرد من الراس. واحد جوج وصفات غزالين والطاجين ما تفرطوش فيه بنات خالتي، ما تفرطوش فيه، راه زويون اللي جا من البرد. كيف ما كندير انا كان البرد كثير وخرجت قضيت شي غرض وجيت كنحس براسي نيت الثلج، كندير واحد الزيت ديال حياتي بحال هذا كنحطه فوق راسي. الا بغيت ندير شي خلطه راه غنديرها، كنت مزروبه كنحطه وتندفيه شويه فوق البوطه وتنحطه وتنبقى حتى كيبرد. راه ماشي كنسخنوه حتى غنسلقوا راسنا، لا، كندفيه باش كتسح الهواء. وطريقه اخرى اللي رجليه باردين بنات خالتي، هذا يكون ما بقيتش كتستعملوه، صافي تهرس لي الغطايه ديالو هاد الطاجين وكيبقى الفوق، كنحطوه يسخن وكنحطوه وكنحطوه فوق منه الرجيلات ديالنا. كاين بعض الناس اللي الرجلين ديالو ما تيسخنوش، ما تيسخنوش، يعني يكون عنده البرد، سمعتوني. واللي ما بغاتش الطاجين كتخاف السوشوار، واللي ما عندها السوشوار طريقه اخرى هو المصلوح. واحد الاخت مصريه قالت لي شنو هو المصلوح؟ الاله اللي كنحدو بها الملابس، يعني تردوها بريسه، يعني كنصلحوا بها. حنا كاين اللي تيقول الحد مصلوح، كاين اللي تيقول الحداد، كل واش تيقول ليها كل بلاصه واش تسمى. حنا المهم تسمى المصلوح باش كنحدوا الملابس اللي كترجع هكا مقاده ما يكونش فيها التكماش. تقدري تاخذي فوطه او زيف حياتي تحطي فوق منه المصلوح حتى كيدفى داك المنديل، وحزمي بها بنت خالتي راسك، ولكن دخلي تنعسي ما ديريهاش وانت غتمشي تقضي الغرض ديالك نهائيا، ما ديريهاش وانت غتخرجي. يعني كنقولها لكم ردوا البال، راه قدر المضاعفات اكثر من اللي كان. المهم على بركه الله ناخذ مقلات نوضعوا فيها زيت الزيتون، زيت الزيتون نحطوا شويه في المقلات. انا عندي هنايا جوج طرق، عندي هنايا جوج الاعشاب فنين. اللي عنده الطونسيو ما يديرش القرنفل او المسمار، اللي عنده الطونسيو طالع ما يديروش، واللي ما عندوش الطونسيو راه البنات غزال فنيون، غتاخذوا شحال ما بغيتو وطحنوه او دكوه في المهراز اللي عجبكم،
وتحاولوا ديروه مع زيت الزيتون وعملوه مباشره فوق الشعر، يعني فوق القنقوله فين تنحسوا بالبرد، وحزمي الرويز ديالك. اللي عنده الطونسيو ما يديرش نهائيا المسمار او حبه القرنفل، راه غزال. ومره مره تبقاو ديروا حيده في الفم ديالكم، مطهر للروائح الكريهه وتيقوي الاسنان، غير وحيده نضغوها ونرميوها. بقاو تعودوا لوليداتكم يلعبوا به في السنينات ديالهم، راه تيصنعوا منه البنج ديال الاسنان فنيون. الطريقه اللي انا دائما كنصحكم بها اللي عنده الطونسيو اللي ما عندوش الطونسيو، الخزامه ونديروها في المقلات، نسخنوها بنت خالتي، نحطوها فوق القلقوله يعني فوق الراس. هذا الفيديو راني حاطاه اكثر من مره، داكشي علاش انا باش نحط باش نبقى فقط للشرح. والطريقه اللي انا كتعجبني بزاف وهي الملح الخشن. بزاف الناس يقول لك مين غنجيبوا الملح الخشن، كتباع في السوق الاسبوعي، ما لقيتوش في الاسواق الاسبوعيه ديالكم خذوا الملح العاديه. ونهار ان شاء الله يجيبها الوقت وتمشيو للسوق خذوا، هانتوما دايره غير درهم راه خديت منها. ناخذوا منديل شي زيف يكون او فوطه، ما بقيت اما فوطه اما زيف حياتي حتى يشدوا السخونيه. ناخذوا هذه الكميه كامله من الملح ونحزموها، راني فايت حاطاها في القناه، نحزموها بواحد الطريقه اللي محكمه باش ما تخسرش لينا. ونديروا الزيت مع الخزامه ونبقاو نهزوا بحال هكا، وحنا كنكملوا في الراسه بنات خالتي كنحطوا، راها زوينه وصفه الملح، فنه فنه رائعه. كنديروها الرجيلات ثاني، اللي واحد الاخت قالت لي كيفاش نديروا الملح رجلينا. تحطي الملحه في شي اناء طاوه ولا سينيه تكون قابله للنار، وتدخليها حتى تسخن مزيان وتخرجيها، تحطي فوق منها واحد فوطه ولا زيف، درجه الحراره تكون انت تحطي في رجليك، تبقاي تحطي رجليك هكا فيما تحسي بالحراره، بهزي شويه وحطي شويه حتى تاخذي واحد حتى يولف لك الجسم ديالك. ما تخطوش حطوا رجليكم، فن فن فن. نحط رجلي حسب السخونيه، نحيد هكا بشوي بشوي حتى يولف لي الجسم ديالي، ونحطها ونتغطى بشي فوطه ونبقى وندخل نعس. يعني كنقولها لكم اي حاجه عطيتها لكم اللي تحيد البرد ممنوع تخرجوا. كنبقاو هكا كنعملوا، بغيتو ديروا القرنفل، بغيتو ديروا الخزامه، بغيتو ديروا ازير، بغيتو ديروا الحبه السوداء، كنبقى هكا وانا كنكمد. قبل سمحوا لي الملحه كنسخنها قبل عاد كنحطها، سمحوا لي راني نسيت سبحان لي ميسها. الملحه نحمرها شويه، نسخنها شويه في المقلات ونحطها هكا باش تبقى شاديه السخونيه، ونحاول نكمد بها الرويز ديالي، نجمعو مزيان حيت كاين لي الرويز ديالو دغيا 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 تيوز ليه البرد دغيا، تيبقى يعطس تيحمر ليه العوينات، كاين لي بقى العين ديالو تدمع ليه، كاين لي بقى الانف ديالو كيخرج الماء، كاين لي تيحس براسو خصو يحزم ويزير، ولا حسيتي بيه حزميه واحد المده غير انت بوحديتك وتلقيه. وهذه ما تفرطوش فيها، يعني كنقولها ونعاودها، طويجير راه غزال. بنت خالتي انا كندوي على السيده اللي دارت خطا ان سخنات الرويز ديالها وخرجت، راه الله يحفظها السلامه، كاين اللي تيمشيو له العوينه ديالو، كاين اللي تيبقى ليه واحد الحريق في الراس اللي ما كيحيدش. كنعرفوا الراس راه هو اللي هازنا، واخا الجهاز هضمي كامل، يعني حنا كاملين خصنا نتهلاو في صحيحتنا وردوا البال. راه كاين بعض الناس اللي ما عنده حتى علاقه بالبرد تيحرقوا راسو ماشي من البرد، يعني ربما من العينين ربما من الودنين، يعني ضروري استشاره طبيه باش تاكدوا. حتى ما يقول لكم راه عندكم الضغط عادي ويقول لكم العوينات مسالمين ويقول لكم الودينات، ربما ثاني من القول. كنعرفوا المصراني الا كان مريض وفيه لي غاز راه تيحس بالدوخه الانسان. لاحظوا بعض الناس اللي تيكون عندهم انتفاخ في المصران وتيكون منفوخ ليهم ومزير، تيحس بالزمته هنا، تيحس بالقلب ديالو مسدود، تيحس براسو ما قادش يتنفس، تيقول لك انا مالي غنموت. لا، تاخذ واحد شويه الزعتر وحكوا هيكا وشربوا مع الماء باش ان شاء الله تحاول تبقى تتقرع تطلع شويه بين ما تنفس ليك المصران، حيت بزاف الناس ما تيحرقهمش راسهم من البرد، من حاجه اخرى. وبزاف الناس تيحرقوا من الراس من البرد، يعني انت غتكون احن على راسك، انت غتكون حنين على راسك. حتى نعرف الاخطاء ديالي، حيت الا ما كانش ضار راسك من البرد راه واخا دير هاد العمليه وتقول لي ما نجحاتش ليا. بحال واحد الاخ كتب لي في التعليق انه عنده نبض في السره وعمل وصفه الخلعه وما نجحاتش معاه، هو عنده نبض في السره يعني عنده قولون، عنده بومزوي. ملي تيكون النبض هنا راه عندك البومزوي، ملي تيكون النبض جيت فم المعده هنا الخلعه.
ومسكين ما عرفش، قالك انا عندي النبض، جيت السره وعملت وصفه الخلعه وما نجحاتش معايا. كتبت له لا راه عندك بومزوي، يعني خصك تعالج من بومزوي. وبزاف الناس تيعملوا الاخطاء كيف ما قلت لكم على البرد، عندك بومزوي ممنوع تشرب المشروبات الغازيه، ما ناكلش الحاجه اللي سريعه، ما ناكلش الحاجه اللي ثقيله، نحاول بشوي بشوي لانه عالم بيه الله داك الجهاز الهضمي ديالنا، ناكل حاجه اللي خفيفه راه غير مده وراه ان شاء الله المصران تيرجع تياخذ الوقت يرجع الوظيفه ديالو عادي، بما انه دابا معصب كتاخذ عليه الاكلات اللي صعيبه ما غنجحوش. هادشي اللي كاين بنات خالتي، كنتمنى للاخت ديالنا الشفاء. طريقه غزاله او ان شاء الله تستعملوها، الطاجين والملحه راه غزال، مره مره تعملوها. واحد الاخت قالت لي شحال من مره نديرها، غديرها الاخت الكريمه، فاتك راسك الله يجعل البركه، تبقاي تعمليها مني تحسي براسك تيحرقك من البرد، وماشي فين ما يضرك راسك تنوي ديريها، حتى تعرفي ربما من المصران ربما من العينين. باش كنحاول نوضح لكم ما امكن باش ما نبقاوش الاخطاء، ماشي غير ضرك راسك نوض ديال الملح، ضرك راسك راه كاين اللي عنده النظر قليل تيحسي تيدير تيحس بواحد الالم عالم بيه الله، من تيدير النظاره تيعود بخير وعلى خير، كاين اللي السمع ديالو تقال، من تيمشي عند الطبيب تينقي ودينه الراس ديالو ما تيبقاش فيه الحريق. فهمتوا بنات خالتي؟ كنتمنى ان شاء الله هذه الحلقه نكون وضحت لكم، ما كراش نزيدكم اكثر ولكن نخليكم شويه ما تملوش، بخير الكلام ما قل ودل. هادشي اللي كاين بنات خالتي، كنتمنى وصفه اليوم تعجبكم، والله يشافينا ويشافيكم، مع السلامه.